أهلا بكم. اتسم الوضع في العراق بالعشوائية والفوضى في كل شيء بسبب بنية العملية السياسية التي اعتمدت مبدأ التقاسم الطائفي والعرقي للسلطة، فأنتجت مجموعة هائلة من العشوائيات الفرعية والأزمات ومظاهر الخلل الواضحة في الحياة السياسية الجديدة بعد العام 2003، كالدستور وطبيعة النظام السياسي الطائفي المشوه والتكالب على مغانم السلطة وإقصاء الآخر وغياب المعارضة السياسية الحقيقية. فشلت لاحقا كل قوى العملية السياسية في إنهاء هذه العشوائية أو الحد منها والشروع بما يؤسس لاستقرار نظام سياسي أو استقرار النظام السياسي الجديد، فولدت حكومات طائفية أنتجت دولة هشة ضعيفة مضطربة تعصف بها العشوائية على كل المستويات. العشوائية العارمة في العراق وأسباب تفاقمها والأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة منها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا كانت الفوضى العارمة والعشوائية هي السمة الغالبة على مجمل المشهد العام في العراق بعد العام 2003؟ وما هي الظروف التي عملت على إدامة هذه العشوائية واتساعها وتناسلها وتجذيرها في كل مفاصل الحياة العراقية؟ ومن هي القوى الداخلية والخارجية التي استفادت من تمدد الفوضى والعشوائية وتغذيتها ومدها بأسباب الحياة حتى الآن؟ وهل ثمة أهداف أخرى لم تنجز بعد تقتضي بقاء واستمرار هذه الفوضى العارمة والعشوائية الكلية في العراق؟ ولماذا تعد العشوائيات السكنية الآخذة بالاتساع قنابل موقوتة وبيئة خصبة لنمو وانتشار الأمراض الاجتماعية الخطيرة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد السلام الطائي. من ينظر إلى العشوائيات السكنية في العراق يدرك شبها كبيرا بينها وبين حالة الفوضى السياسية والأمنية في البلاد، فإحدى الحالتين تعكس صورة الأخرى. عام 2003 بداية الانهيار المتسارع لشكل الدولة العراقية وتشظي مؤسساتها لتحل مكان خرابها حالة سياسية لا ديمقراطية ولا مركزية، مزيج من الفوضى والفشل وسوء الإدارة وفقر الوعي السياسي والأنانية والفساد. فبدأت تتجسد نظرية الفوضى الخلاقة التي دعت ونظرت لها وزيرة الخارجية الأمريكية حينها كونداليزا رايس، وبدلاً من إعادة الإعمار وترميم ما خربه الغزو اجتماعياً وبنيوياً، انشغلت الحكومات المتعاقبة بسرقة المال العام وبناء إمبراطوريات مالية حتى غرقت بالفساد حتى أذنيها، وتركت التخطيط العمراني. ومع ازدياد نسبة الفقر وغياب التأمينات الحكومية، اضطر الفقراء إلى السكن في بيوت من طين وصفيح بشكل مخالف وعشوائي، حتى وصل عدد من يقطنون هذه البيوت إلى 3 ملايين عراقي، أغلبهم مهدد بفقد مأواه المتواضع عندما بدأت الحكومات المتعاقبة تطبيق قوانين التنظيم في عدد من المناطق دون أن تجد بديلاً مناسباً، كما حصل في النجف وكربلاء وواسط وغيرها من المحافظات. الواقع المزري في العراق مرده إلى عبثية الخطط السياسية وانفصال السياسيين عن واقع الشعب وعدم تقبلهم الحقيقة كما هي لا كما يصورها الإعلام الحكومي وأبواق الميليشيات والكتل السياسية. يدرك العراقيون أن فاتورة إعادة بناء الدولة فيما بعد الإطاحة بالمنظومة الحاكمة ستكون شاقة جدا، ولكن مصيرها حتمي لتدارك ما يمكن إنقاذه، إذ أن كل يوم تبقى فيه المنظومة الحالية في الحكم سيكلف العراق سنة كاملة لإصلاح ما أفسدته حكومات الاحتلال المتعاقبة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الفوضى والعشوائية الشاملة التي تعم العراق منذ العام 2003 وأسباب بقائها وديمومتها والأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة من هذه العشوائية. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب طبعا، ودكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع سيكون معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم عبر سكايب أيضا. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا.
حياكم الله. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي، دكتور، المشهد في العراق، التغيير في العراق اللي جرى بعد عام 2003 بعنوان تحول ديمقراطي، تغيير ديمقراطي، كان واحد من أبرز سماته وصفاته هو العشوائية الشاملة والفوضى العارمة التي تفاقمت وتمددت وعممت على كل المشهد العراقي، من فوضى سياسية إلى فوضى شاملة وعامة على كل مفاصل حياة. هذه العشوائية كيف استمرت؟ كيف ترافقت؟ كيف صاحبت هذا التغيير من 2003 وحتى اليوم؟ لماذا استمرت؟ لماذا هي على قيد الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة العشوائية في بدايتها، في أصلها، يعني عندما نتحدث عن العشوائية لابد من القول أنه هي انعدام الهدف، انعدام الغاية، انعدام السبب أو الترتيب، وبالتالي فإن العشوائية بمعناها الحقيقي هي انعدام التخطيط. وعندما لا يكون هناك تخطيط هناك فوضى، وهذا ما حدث خلال الأعوام من عام 2003 لحد الآن، وهي عشوائية أو فوضى مقصودة. الإدارة مثل ما تعرف أستاذ ماجد ويعرف الجميع هي فن قد لا يتقنه الكثيرون، لكن يمكن أن يتعلمه الجميع. والتخطيط الدقيق والتطبيق العملي والفعلي للتخطيط هو ما يعني ما يميز هذا الفن. هذا غير موجود في العراق. عندما يكون هناك تخطيط هناك خطوات وهناك انتقالات معينة وصولا إلى الأهداف، بالتالي الجمهور، الشعب، يطالب عندما يكون هناك تخطيط يطالب بالمراحل وصولا إلى الهدف، ويعرف ولكل مرحلة هناك سقف زمني وصولا إلى الأهداف. هم لا يريدون هذا الحقيقة، لم يأتوا لكي يفعلوا ذلك. الكثير من عندهم بلا عقولهم ليسوا رجال إدارة، هذه حقيقة، وليسوا رجال دولة، لكن حتى وإن تعلموا هذه غير 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 مطلوبة وغير مقصودة. لذلك كانت العشوائية في 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 العراق هي اختلال وانحراف وحالة مرضية مطلوبة لكي تعم الفوضى، وبالتالي الشعب يواجه كثير من الأزمات وكثير من المشاكل يغرق فيها، وتستمر قضية الحكم وتستمر هذه المافيات في التحرك والسيطرة على كل مفاصل العراق، وهذا ما حصل خلال 18 سنة الماضية. الحقيقة حتى القرارات عندما تكون خاطئة فهي قرارات عشوائية ولا يمكن الوثوق بها لأن تؤدي إلى نتائج كارثية. يعني ربما أعطيك مثلا، يعني معروف هو بالعالم، يعني حتى في دراسات الإدارة عندما تقرأ في الإدارة تجد مثلا يعني مصطلح تأثير الكوبرا مثلا. هذا المصطلح في الهند عندما كانت القوات البريطانية تحتل الهند وجدت أنه الكثير من الأفاعي الكوبرا تؤذي جنودها، تؤذي قواتها، تؤذي إدارتها للهند، فوضعت مكافآت كحل خاطئ بدون تخطيط، بدون دراسة للبيئة. نعم. والنتائج والأهداف التي قد تتحقق، وضعت مكافآت لقتل هذه، للتخلص من هذه الأفاعي الكوبرا. فالناس لأن الوضع مزري، الوضع الكل جياع، ضعف، فقر، مدقع، الناس وجدتها فرصة يعني للاسترزاق، فبدأوا يربون هذه الأفاعي الهنود. نعم. فبالتالي زادت عدد الأفاعي في البلاد، وجدت القوات الأمريكية، الإدارة الأمريكية البريطانية عفوا، وجدت أن هذه القضية قد تفلت من بين أيديها، ألغت المكافأة. الذين يربون الأفاعي وجدوا أن هذه الأفاعي بلا قيمة الآن، أطلقوها إلى يعني إلى العالم، فزادت أعداد الأفاعي بشكل كبير. هذا يدلل على أنه القرار الخاطئ، عدم التخطيط للقرار بكل حيثياته، يؤدي إلى عشوائية ويؤدي إلى فوضى ويؤدي إلى نتائج كارثية. هذا ما يحصل في العراق. انتحارات كبيرة في العراق، يقول عادل عبد المهدي كيف ينتحرون؟ قالوا يرمون نفسهم من الجسر، قال نرفع يعني سور الجسر. وكأنه هذه القضية، الفقر في العراق يزداد، يضغطون على الناس بطريقة وبأخرى فيزداد الفقر أكثر، يعينون الناس أكثر في الدوائر، تتضخم القضية
ويبدي ترهل في الدولة، وبالتالي تضيع القدرة على تلبية يعني القدرة على توفير رواتب لهؤلاء الموظفين. الآن لدينا 6 ملايين موظف، هذا جزء من العشوائية، جزء من الفوضى. فبالتالي البلد هذا كله من أزمات تؤدي إلى الوصول إلى الكوارث بسبب استراتيجية العشوائية المتخذة وبقرار، وليست يعني هكذا بدون تخطيط. نعم. دكتور عبد الحميد العاني في عمان، هل ثمت ظروف عملت على صنع هذه العشوائية، على إدامة هذه العشوائية، على مفاقمة هذه العشوائية، ظروف مخطط لها وظروف ممنهجة، أم أن الظروف كانت قسرية لهذه العشوائية بسبب ما واجه التغيير بعد عام 2003؟ هناك تحديات وصعاب ومعضلات واجهت هذا التحول، لذلك جعلته في بشيء من العشوائية، شيء من هذا التخبط وضياع البوصلة. الظروف هنا كانت ظروف قسرية أم ظروف ممنهجة ومخطط لها لتبقى هذه العشوائية ولتدام ولتكبر ولتعمم وأيضا تفرخ عشوائيات أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام وللأساتذة الضيوف. أهلا وسهلا. يعني بما أننا نتحدث بعد 2003، نحن نتحدث عن مشروع أمريكي جاء مع الاحتلال، وهذا المشروع الأمريكي كما نعلم صرح إدارة الاحتلال عن أن مشروعها هو ينطلق من نظرية تسمى الفوضى الخلاقة. من هنا إذن هذه الفوضى هي مقصودة، طبعا يقصدون خلاقة أنها ستخلق شيئا جديدا يريدونه هم. وهنا ننتقل إلى ما هي مظاهر هذه الفوضى، أو عن أي فوضى نتحدث. نحن لدينا مشروع أمريكي، مشروع سياسي لاحتلال العراقي، وبالتالي المشروع بأساسياته وبفروعه الأساسية الكبرى هذا ليس فيه تخبط وليس فيه فوضى، وإنما يجري على قدم وساق، التخطيط له سابقا ويجري على الوساق للحفاظ عليه والمحافظة على استمراره. أما آثار الجزئيات وهي ما يتعلق بأبناء الشعب العراقي فهذا الذي نتحدث عنه، وهي التي تسمى الفوضى في كل مفاصل الحياة، سياسيا كانت أو خدميا أو ربما الأهم من ذلك أمنيا، وطبعا هذه كلها متداخلة وبعضها يؤثر على البعض الآخر. هنا نأتي إلى ما يطرحه البعض ونقلته أنت في سؤالك، أنه البعض يقول أن هنالك ظروف طرأت وتحديات هي التي منعت من أن يكون هنالك استقرار أو أن يتغير أو يتأثر هذا النظام بما يسمى بالفوضى. نحن نقول أيضا، وهذا ما يؤكد عليه المراقبون المنصفون، أن هذه الأحداث الطارئة والظروف الطارئة وما يسمى بالمعوقات هي صنعت أيضا، صنعت من أصحاب هذا المشروع، أسياد المشروع، صنعت من أجل إشغال الناس بهذه الجزئيات عن الكليات ليستمر مشروعهم الأساسي. من أهم إذا ربما يعني جوابا على سؤالك، من أهم الأمور التي جعلت إدامة هذه الفوضى أو صنعتها هي الإرادة لوجود هذه الفوضى من أصحاب المشروع. الأمر الآخر وهو جزء من تخطيطهم أنه أسند الأمر لغير أهله، فالذين جاءت بهم هذه الإدارة أصحاب المشروع لإدارة المشروع السياسي في العراق واجهات ليس لها علاقة بالعمل الوطني، أولا من جانب ليس لهم خبرة إدارية وغير ذلك، ثانيا ليس لهم علاقة بالعراق كوطن وكمواطنين، وإنما ولاؤهم للغرب للخارج عفوا لأصحاب المشروع أمريكا وإيران على حد سواء. لذا هذه العوامل كلها أدت إلى أنه تكون هنالك فوضى يراها المواطن
أو تنعكس على الجزئيات الحياة نعم. في المفاصل المتعددة التي أشرنا إليها. على ذكر انعكاس هذه العشوائية العارمة على مفاصل الحياة المختلفة في العراق، دكتور عبد السلام الطائي، مساء الخير. مساء النور. ونحن نناقش في الفوضى أو العشوائية العارمة التي وجدت أو أوجدت وصنعت في العراق بعد عام 2003، والتي تضرب في كل مفاصل الحياة في العراق، لم تترك أي مفصل آخر ما لم تمر عليه هذه العشوائية والفوضى. لابد من التوقف عند العشوائية الاجتماعية أو العشوائيات السكنية، وهي الأقسى أو الأخطر على جزء كبير من المجتمع. وزارة التخطيط في آخر مسح لها عن السكن العشوائي تتحدث أنه 12% من سكان العراق يعيشون في العشوائيات. طبعا المنظمات الحقوقية والمدنية الإنسانية غير الحكومية تتحدث عن نسبة أعلى، قد تصل إلى خمس أو ربع السكان يعيشون في هذه العشوائيات المزرية والبائسة، أعلى من نسبة وزارة التخطيط. من زاوية اجتماعية، مقبول أو طبيعي، مقبولة أو طبيعية أنه 12%، حتى لو سلمنا بنسبة وزارة التخطيط، 12% من السكان في العراق يعيشون في عشوائيات، بمنتهى البؤس وانعدام الخدمات، أبسط أنواع الخدمات، مقبولة هذه النسبة؟ شكرا لاستضافتكم استاذ ماجد، وحيا الله ضيوفكم الكرام الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني. اهلا وسهلا. بلا شك غير مقبوله، وسبب عدم القبول نعم، ان العراق بعد عام 2003 تحول من نظام طبيعي الى نظام عشوائي من جميع النواحي السياسيه والثقافيه والاقتصاديه والامنيه. ولكن علينا في تقديري أن نميز ما بين العشوائيات السياسية والاقتصادية العمدية أو القصدية والقسرية، والتي هي بمثابة جيوب داخل المدن لا تمتلك أي ترخيص قانوني. فهناك عشوائيات ذات منظومة اجتماعية قيمية ووطنية فرض عليها العيش بالعشوائيات، مثل سكان المخيمات النازحون قسرا. هؤلاء لا يمكن مقاربتهم او مقارنتهم بسكان العشوائيات، عشوائيات ما يطلق عليها بعشوائيات التنك وعشوائيات الحواسم التي تشيع فيها الجريمه. وهنالك نمط اخر من العشوائيات ما يطلق عليها بعشوائيات حزام البؤس واليأس والبطاله. وبسبب زيادة عدد المقابر والسجون في العراق بعد عام 2003، يقودنا هذا للحديث عن ظاهرة عشوائية جديدة، ليست السكن العشوائي وإنما الدفن العشوائي. بالموصل صدر أمر بترحيل جميع المقابر من داخل المدينة إلى مقابر خارج الموصل بسبب الدفن العشوائي. من منظور علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية، هنالك متلازمة ما بين الأنساق والنظام، أي النظام الاجتماعي الديموغرافي والنظام السياسي. العراق بعد الاحتلال كما أشرت تحول من بلد ذو نظام طبيعي إلى نظام عشوائي ثقافيا واقتصاديا وتعليميا وقضائيا وفي جميع الاتجاهات. فعندما تتحول دولة المواطنة إلى دولة مكونات، تكثر المستوطنات وتزداد العشوائيات، وذلك وفق نظرية النسق والنظام العشوائي. بعد عام 2003 أصبح العراق مكون من أنساق سياسية لجيوب عشوائية عرقية ومذهبية، ولكل نسق عشوائي من هذه الأنساق جماعات مسلحة ومنطقة جغرافية محددة، مثل مدينة الثورة التي تسمى بالصدر، وهي بالأصل كانت عشوائيات لمنطقة خلف السدة. فهذه الأنساق الفرعية والثقافية تستمد قوتها من الأصل وهو النظام السياسي العشوائي. أضرب مثلا آخر جغرافيا آخر لنمو العشوائيات
في مناطق حضريه، في حي الجهاد مثلا وهو حي يعتبر منطقه حضريه، تم تحويل هذه المنطقه الى اوكارا عشوائيه بعد ان تم الاستيلاء على مؤسسات الدوله العسكريه والامنيه السابقه المناسقه للحي والمطار. الان تسكن هذه المؤسسات، المؤسستين تسكنها مخلوقات بشريه مرعبه لا تظهر الا في الليل لغرض السرقه وارهاب الساكنين. دوليا واقليميا الهدف من العشوائيات تدمير الدوله العراقيه التي تاسست منذ عام 1923، اباده المجتمع العراقي، زراعه شعب اخر محله، وغزو العراق بالعشوائيات هدفه تغيير الطراز الهندسي العربي الاسلامي للعراق لاعاده بنائه بنقوش فارسيه وهي صفحه من صفحات الاحتلال. دكتور شاكر مصطفى سليم وهو اول من درس التغيير الاجتماعي لمجتمع الشبايش وهو من ابناء مدينه العماره الطيبه، بين تاثير البيئه على القيم وسلوك الانسان وخلق الجماعات البدائيه المغلقه والمتحركه. فسكان الباديه يعيشون على الابل ويتنقلون، فهم جماعات منفتحه. بينما يقول الدكتور شاكر مصطفى سليم، دكتور اسمح لي دكتور عبد السلام، اظن ان الشبايش في محافظه ذي قار وليس في العماره. لا، هو الدكتور شاكر مصطفى سليم من محافظه العماره. نعم. من ميسان وليس الشبايش قصدت. نعم. فبعض سكان الشبايش يعيشون على الجاموس، في حين ان سكان الباديه العرب يعيشون على الابل، والجاموس الاسود يعيش في مياه الهور الساكنه. نعم. ففيضان الاهوار على الانهار مخرجاته طغيان السواد الديموغرافي العشوائي على الفسيفساء العراقي الجميل لمدن وارياف العراق. اشكرك، واضح. دكتور رافع الفلاحي، هذه العشوائية التي تأسست أو صنعت من عام 2003 استمرت حتى اليوم، تناسلت ويعني عمت كل مفاصل الوضع في العراق حتى وصلنا إلى هذه النقطة الخطرة الآن. هذا النظام لماذا لم يعمل على الرغم مما حظي به من دعم في يعني داخليا إقليميا وخارجيا لتخليص نفسه من هذه العشوائية الغارق فيها؟ يعني هذا النظام غرق في العشوائية وأغرق العراق وشعبه في هذه العشوائية، لماذا لم يسعى للتخلص من هذه العشوائية أو على الأقل الحد منها والتخفيف من اندفاعتها من غلوائها؟ لماذا وكأنه هذا النظام تعايش مع هذه العشوائية ويعني يسير معها بالتوازي؟ أستاذ ماجد، مثل ما تحدثنا وتحدث ضيوفك الأساتذة والدكاترة المحترمين، نعم، عن أن العشوائية مقصودة، هذه الفوضى مقصودة الحقيقة وكانت مقصودة، وهذه القوى التي جاءت بعد عام 2003 لحد الآن تحكم العراق هي راعية وأمينة على تطبيق هذه الفوضى وهذه العشوائية الحقيقة، لأنه فيها حياتها وفيها استمرار هذا الخراب الذي يعم العراق الحقيقة. يعني ربما تسألني أنت هل هناك عشوائية يعني عشوائية داخلية فقط أم هناك عشوائية أيضا خارجية؟ هناك عوامل خارجية أدت إلى العشوائية الداخلية وساندتها. سأعطيك مثالا قريبا جدا جدا الآن يتحدثون عنه، عن العشوائية، عن قرارات العشوائية التي تزيد العشوائية في العراق وتعطيها الشرعية. والحقيقة هذا سؤالي كان القادم، عن الأطراف الداخلية والخارجية التي استفادت من العشوائية في العراق والفوضى وعملت على إدامتها ومدها بأسباب الحياة. تفضل دكتور. نعم. ربما ستحدث، ربما البعض سيتفاجأ من هذا الموضوع، لكن هو دقيق وبإطار منطقي جدا. يعني الآن كنا نسمع عن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق. نعم. هو أعلى سلطة دينية للمسيحيين في العراق. كان قبل عام 2003 عدد المسيحيين، عدد إخواننا المسيحيين من العراقيين نحو 2 مليون مواطن مسيحي عراقي. الآن لا يوجد أكثر من 250 إلى 270 ألف مواطن مسيحي فقط في العراق، الكل هجروا من قبل الميليشيات، هذه الميليشيات التي هجرتهم ودمرتهم
وسلبتهم أموالهم وبيوتهم وحياتهم، وخاصة في بغداد والبصرة والموصل وفي مناطق كثيرة. الآن هذا الشخصية العليا في الترتيب الديني المسيحي البابا فرانسيس عندما يزور العراق ويعطي الشرعية لهذه الميليشيات، فهو يساهم بهذه الفوضى وهذه العشوائية، لأن هذه العشوائية يعطيها شرعية. هؤلاء الذين هجروا وقتلوا واستباحوا الدم المسيحي الذي يدافع عنه وهو أعلى شخصية به، عندما يزور العراق يعطي شرعية لهؤلاء. الآن أنا أقرأ كثير من المسيحيين العراقيين يتوسلون البابا لا يزور العراق، لأن العراق فيه ميليشيات وقوى قتلت المسيحيين وشردتهم من بلادهم، فأنت تذهب لإعطائهم شرعية؟ هذه واحدة من القرارات العشوائية التي تساعد على استمرار العشوائية في العراق. سأعطيك مثالا آخر، العشوائية ليست جديدة حتى في مجال السكن، يعني القرارات يعني ليست جديدة، أنا أقول لم تستحدث بعد عام 2003، كانت موجودة، وربما قرارات ربما الآن تفاقمت في 2003. فيما يخص السكن، يعني كنا نعرف قبل ثورة 58، عام 1958، قبل قيام الجمهورية، كان هناك الاقطاع، وكانت سطوة الاقطاع عالية جدا، والكثير من الفلاحين، والعراق بلد زراعي، وفي الغالبية العظمى يمارسون الزراعة، وهذا واحد من المميزات القوية، وكان ممكن للزراعة في العراق، وكانت قبل الزراعة هي الساند الرئيسي لموارد العراق الحقيقة، وبعد ذلك جاءت الصناعة والنفط الحقيقة. لكن الآن المورد الوحيد هو النفط، الآن بلد ريعي يعتمد على النفط، الزراعة انتهت والصناعة انتهت أنهوا. لكن في عام 58 بسبب ظلم الإقطاع توجه الكثير من الفلاحين إلى المدن، إلى يعني تركوا أراضيهم وتوجهوا إلى المدن، وخاصة إلى بغداد، ومئات الآلاف منهم جاءوا إلى بغداد. عبد الكريم قاسم في ذلك الوقت الذي كان يحكم العراق بعد عام 1958، بدل من أن يعيد هؤلاء ويعطيهم أراضيهم ويؤكد على الزراعة أساساً ويساندهم ويعطيهم امتيازات في زراعة أراضيهم وزيادة دخولهم وزيادة موارد العراق من الزراعة وتعميم الاكتفاء الزراعي العراقي كاملاً، راح بنا لهم مدينة الثورة. فهذا القرار العشوائي أدى إلى ضياع تخطيط بغداد، ضياع الديمغرافية، ضياع شكل المدينة الأساسية اللي هي بغداد الآن. عندما تسمع باختصار بس أشكرك على هذه النبذة التاريخية، بس سؤالي، من الأطراف السياسية في الداخل والخارج مستفيدة من العشوائية، حريصة على إبقاء العشوائية، عدم مغادرة العراق للعشوائية؟ باختصار قبل الفاصل. كل القوى الحزبية، كل العملية السياسية، كل قوى العملية السياسية حريصة على العشوائية. سأعطيك مثالا بسيطا، كل الأحزاب عندما تقرب الانتخابات وتوزع أراضي على الناس، يعني حتى في مجال السكن توزع أراضي الناس لا يملكونها، لكن بسطوة الميليشيات والقوة والسلطة يوزعون هذه الأراضي على الناس بدون تخطيط، بدون إدارة، بدون لا وجود للإدارة، فبالتالي تزداد العشوائية. المثال الآخر، الجامعات الأهلية، عندما هذه الأحزاب تعطي رخص لناس مقربين منها لفتح الجامعات الأهلية، عدد الخريجين من الجامعات والاختصاصات عالي جدا، وهم يعرفون أنه سنويا الخريجين من الجامعات العراقية عشرات الآلاف، لكن من يتعين منهم، من يجد مكانا ليعمل فيه، لا يساوي 2 أو 3%، الباقين كلهم يدخلون إلى طوابير العاطلين. هذا يؤدي إلى هذه العشوائية، هذه القرارات العشوائية، لأنه لا خطط تنموية مستدامة، لا خطط تنموية قصيرة المدى وبعيدة المدى، هذه جزء من العشوائية. هذه هي القوى السياسية الداخلية هي المسؤولة عن هذه العشوائية، وهي بالتالي حريصة عليها، والقوى الخارجية تعرف هذا الموضوع. دكتور رافع، عن إذنك سنؤجل على القوى الخارجية، أنا نتوقف عند هذا الفاصل القصير، أعود إليك بعد الفاصل قبل أن نتوجه إلى دكتور عبد الحميد العاني، أنطيك دقيقتين للحديث عن الأطراف الخارجية إقليمية أو دولية مستفيدة من بقاء وإشاعة العشوائية في العراق. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار، ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في العشوائية، أسباب العشوائية والفوضى العارمة في العراق والأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة منها. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني والدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد الحميد العاني، هناك من يؤكد أن هذه العشوائية الحقيقة ستبقى وتتفاقم وتتمدد وتتوسع في المرحلة القادمة ما دام هذا النظام أو الإطار السياسي مستمر، لأن الحقيقة هناك أهداف ما زالت لم تنجز بعد من وراء إشاعة وتأسيس هذه العشوائية والفوضى في العراق. فعلا الصورة هكذا بهذه القتامة والسوداوية؟ يعني بالتأكيد، لما قلنا أن هذه الفوضى مقصودة ولها رعاتها، فبالتأكيد هؤلاء سيسعون إلى استمرار هذه الفوضى حتى تتحقق كامل هذه الأهداف. الأمر الآخر، إتماما لسؤالك قبل قليل قبل الفاصل للدكتور رافع عن الأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة من هذه الفوضى، هذه دكتور عبد الحميد، طبعا أنا نسيت، كان المفروض أروح الدكتور رافع يكملنا الأطراف الخارجية وبعدين نروح لحضرتك. عموما نكمل وياك، ماشي نكمل وياك، هذا أنت محظوظ اليوم، ماشي نكمل وياك وبعدين نرجع. تفضل. لذلك أنا أحببت أنه حتى لا تنقطع الفكرة. تفضل. تمام. فهذه الأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة من هذه الفوضى هي تعمل على ديمومتها وبقائها واستمرارها لأنها منتفعة منها. الخارجية منتفعة لأنها تريد هدف، كما قلنا في بداية الكلام. نعم. أنها فوضى خلاقة تريد تدمير العراقي وإشغاله بهذه الجزئيات عن المشاريع الكبرى في المنطقة عموما، سياسيا كانت واقتصاديا، وعلى رأسها المحافظة على الكيان الصهيوني وتمدده وإشعال المنطقة بالنزاعات إلى غير ذلك. داخليا لنتكلم، هذه الأطراف المستفيدة التي هي الأدوات، الأحزاب السياسية الأدوات لتنفيذ هذه العملية وهذه الفوضى، هي منتفعة من هذه الفوضى لأن الفوضى معناها عدم وجود قانون يحاسب الفاسدين، عدم وجود جهة قانونية تحاسب المجرمين، تسترد حقوق الذين انتهكت حقوقهم من كل أنواع الانتهاكات التي جرت في العراق. لذلك البقاء لها، نعم هم يعملون على ذلك، لكن هذه السوداوية نحن نقول ما هو الأمل؟ هل هنالك أمل أم لا؟ هم إلى الهدف الأكبر ربما والرئيسي لهم الأطراف، يعني في النهاية هو تدمير الإنسان العراقي، تدمير أي صوت أو أي جهة تطالب بالحق وتطالب بمحاسبة هؤلاء وبرفض هذا الباطل. هل تحقق لهم هذا الأمر؟ إلى الآن لم يتحقق لهم هذا الأمر، رغم الدمار الكبير في الاقتصاد، في السياسة، في الأمن، انعدام الخدمات صفر. أشار قبل قليل الدكتور رافع لقضية التعليم الذي أصبح الشهادة العراقية اليوم غير معترف بها، الجواز العراقي غير معترف به، الفقر إلى غير ذلك. لكن رغم هذا كله نرى الإنسان العراقي لا يزال واعيا لمثل هذه المخاطر، بل صوته يتزايد ويتصاعد في تشخيص الباطل وفي رفضه. وما ثورة تشرين المستمرة إلى الآن إلا نموذج على وعي الشباب العراقي، وأن هذا الوعي لم تستطع هذه الفوضى تدميره أو المساس به، ولله الحمد. نعم، أشكرك. بما أنه دكتور عبد الحميد العاني كفى دكتور رافع الفلاحي في نقطة الأطراف يعني الخارجية المستفيدة من العشوائية، إذا نتجاوزها وطبعا نروح إلى ضيفنا دكتور عبد السلام الطائي في استوكهولم. دكتور، من الناحية الاجتماعية أيضا، هل ثمة مخاطر اجتماعية تترتب على نشوء ووجود مجتمعات معزولة بهذا الشكل العشوائي، مقطوعة عن أي تنظيم عمراني وخدماتي وبيئي؟ هل هناك مخاطر اجتماعية؟ ما هي هاي المخاطر؟ نعم، الحقيقة كما أشرت إلى أو ذكرت ما قاله الأستاذ أو عالم الأنثروبولوجيا الدكتور شاكر مصطفى سليم، نعم، حول الجماعات المغلقة
التي تعيش حياة الريتوا. هذه الجماعات التي تعيش حياة الريتوا والتي ذكرت قسما منها موجود في حي الجهاد، هذه تعاني من الرهاب، من حالة الخوف من المجتمع الخارجي، من المجتمع العراقي، لأنه فعلا شباب تشرين الحقيقة حيروا التاريخ وحيروا النظام السياسي في تحليل هذه الظاهرة، ظاهرة أو ثورة شباب تشرين. فهي تعيش هذه الجماعات في مستعمراتها التي تعاني من الرهاب، ولها عالمها الخاص، وتحتاج إلى ثقافة الموت بالمخدرات وبالانتقام. فهذه الجماعات لا تمتلك عنصر توازن داخلي ولا تعايش خارجي مع المجتمع الخارجي، سيما تلك التي تم تلقينها ايديولوجيا على سيكولوجية الحقد والانتقام. فعندما يوكل الأمر إلى غير أهله يتقدم الولاء الخارجي على الانتماء الداخلي، فيستقوي المستوطنين بأسيادهم والعمل لصالحهم لا لصالح الوطن، حتى وإن تطلب ذلك هدم المدن على ساكنيها كما حصل في الموصل والجالة والفلوجة والطارمية حاليا وصلاح الدين، وترك مساكنهم للعيش في الخيام. والسبب هو لأن الأمر حاليا في العراق، الأمر حاليا موكل إلى غير أهله. نعم، أشكرك دكتور رافع الفلاحي. هذه العشوائية انتقلت، يعني هذه العشوائية انتقلت من العشوائية السياسية، انتقلت من العشوائية السياسية التي وجدت وصنعت بعد العام 2003 إلى عشوائيات أخرى لكل مفاصل الحياة في العراق. هنا العملية عملية انتقال طبيعي بسبب الوضع غير الطبيعي الذي شهده العراق بفعل الاحتلال والغزو بعد عام 2003 وتدمير مؤسساته المدنية والعسكرية، أم أن العملية ليست انتقال وإنما عملية نقل مقصود لهذه العشوائية والفوضى إلى مفاصل الحياة العامة في العراق، سياسية اجتماعية وغيرها؟ نعم أستاذ ماجد، لا الحقيقة هي مقصودة 100%، لأنه الجذر الأساس في كل هذه الفوضى هو أساس سياسي. عندما تقوم عملية سياسية على المحاصصة الطائفية وعلى يعني محاصصات هلقة السنة وهلقة الشيعة وهلقة أكراد وهلقة ما أعرف منه بهذه الطريقة من غير حسابات للكفاءة والمواطنة والقدرة على البناء وتقديم شيء للمواطن، هذا بحد ذاته يبين مدى العشوائية ومدى الفوضى المرادة والمطلوبة لكي تعمم. و18 سنة هم يتبنونها ويقاتلون من أجل أن تبقى هذه العملية السياسية بهذه الكيفية وبهذا الإطار الخرب المخرب للعراق. فبالتالي هذه العشوائية السياسية كان مقصود أن تنتقل إلى المجتمع وأن تنتقل إلى كل مفاصل الحياة الاقتصادية الاجتماعية الصحية كل الاتجاهات. ربما دعني يعني اقول لك، وهذه يعني هذه العشوائيه مرصوده من الخارج ومرصوده من كل الدنيا، لكن يعني مرات تندهش انت كيف يتصرف العالم معها وكيف يعني يتعاطى معها بهذه الطريقه. قبل ايام كنت اقرا منشور لخطه تسمى خطه الامم المتحده في العراق المواجهه الاجتماعيه والاقتصاديه لجائحه كوفيد 19 كورونا. عندما بدأت كورونا الأمم المتحدة وضعت يعني أنظمة كثيرة وزعتها على العالم، فالدول المتقدمة الدول الديمقراطية الدول المتقدمة يعني أعطتها نصائح عامة، لكن فيما يخص العراق منشور كبير كان، ومن ضمن هذا المنشور لكي يتم القضاء على كورونا تحدثت عن وضع بالعراق غريب عجيب. الأمم المتحدة التي لم تدين النظام في العراق منذ عام 2003 لحد الآن وساندته وأعطته الشرعية، والآن عندها ممثل لها دائما موجود في العراق ويدافع ومرات يتكلم بلسان الحكومة بشكل مطلق من بلسخارت وقبلها الكل، تحدثت الأمم المتحدة في هذا المنشور عن مطلوب من العراق إلى تنمية مستدامة تهدف إلى القضاء على الفقر، وقالت أن الفقر في العراق يشكل نسبة 36%، قالت القضاء على الجوع لأن الجوع هناك 7 إلى 8 مليون عراقي جائع تحت خط الفقر. تحدثت عن 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 تأمين الصحة الجيدة
والحياة الطبيعية للمواطنين، لأن العراقيين يفتقرون إلى المساواة بين الجنسين. تحدثت عن تأمين المياه النظيفة ومياه الشرب للمواطنين، تأمين العمل اللائق والنمو الاقتصادي، الحرص على بناء الصناعة والتجارة والزراعة للمواطنين. هذه كلها تأمين مؤسسات تعددية ورصينة وقوية، هذا كله غير موجود في العراق، وتعرف الأمم المتحدة به، وتقول في منشورها أن استعانت بخبراء أمريكان ممن احتلوا العراق ومن قوى كثيرة بريطانية وغيرها لصناعة هذا المنشور. إذا كل هذه القوى تعرف هذه العلل في العراق، وهذه جزء من العشوائية اللي يعيش العراق ويعرفون بها، ولذلك تتحدث الأمم المتحدة تقول أنه هذا كله لا ينتهي إلا بالتغيير الواجب التنفيذ. إذا كانت الأمم المتحدة ودول العالم هذه نقطة مهمة دكتور، أشكرك، هذه نقطة التغيير، أشكرك. خلينا نسأل دكتور عبد الحميد العانم. دكتور عبد الحميد، دكتور رافع أشار إلى أنه قضية العشوائية والفوضى العارمة في العراق جذرها هي العشوائية السياسية التي تأسست بعد عام 2003، وأيضا مر على يعني تقرير الأمم المتحدة أنه هذا الذي يجري في العراق لن يتغير ما لم يكن هناك يعني تغيير. هذه العشوائية العامة في العراق، تعتقد أنها ستنتهي بانتهاء العشوائية السياسية التي أسستها بعد كل هذا التخريب، بعد كل هذا التقويض، بعد كل هذا التدمير لكل شيء في العراق؟ تعتقد أنه ثمت فرصة لا زالت مؤاتية أم أن الوقت قد فات؟ بالتأكيد أي مشكلة من المشاكل إذا أزلت سببها الرئيسي فهنالك إمكانية للإصلاح، وهذه المظاهر في العراق، خاصة نحن نتحدث عن بلد قوي اقتصادياً وإمكانيات إنسانية، يعني موارده الإنسانية، الموارد الإنسانية للعراق كرجالات، قدرات عقلية، إمكانيات هائلة جداً، والإمكانيات الاقتصادية. المشكلة في العراق إذن هي هذا الجذر، إذا أزيل هذا الجذر زالت كل المظاهر الأخرى. طبعاً نعم نحتاج إلى مدة أكيد لإصلاح هذه المظاهر، لكن بزوال السبب الرئيسي ستزول كثير من هذه المظاهر، وسيستطيع العراقيون بمدة قصيرة بإذن الله تعالى، إذا وجد هنالك طبعاً المخلصون، إذا جاء المخلصون، على استعادة الحياة وعلى تنميتها وعلى استعادة الحقوق للناس. لكن أيضاً هنا، وأنت أشرت قبل قليل إلى أن هذا التشخيص موجود حتى عند الأمم المتحدة، أنه السبب هي هذه الجذور. لكن السؤال أيضا كما ذكر ربما دكتور رافع في البداية، أنهم يدركون أن السبب هنا، لكن لا يزالون يدعمون هذه الفوضى، يدعمون هذا النظام السياسي الذي هو السبب الرئيسي في هذه الفوضى. هذا التشخيص موجود منذ الأيام الأولى. نحن في هيئة علماء المسلمين ومعنا العديد من القوى الوطنية قد قلنا ولا نزال نقول ونصر أن أي مشكلة من المشاكل لا يكون الحل لها بحلول ترقيعية، وإنما بإزالة أسباب هذه المشاكل. فالفوضى إذن الموجودة اليوم، مخرجات هذه الفوضى، كل هذه المخرجات طبعا اقتصادية، أمنية، تعليمية، صحية إلى غير ذلك، التي انعكست بالدرجة الأولى على المواطن العراقي، كل هذه المخرجات ستزول إذا أزيل السبب إلى أصحاب هذا المشروع، مشروع الفوضى، العملية السياسية، الأدوات الداخلية كانت سواء، أو أصحاب المشروع الأساسي وهم رعاتها من الخارج وعلى رأسهم أمريكا وإيران وبقية الشركاء الفرعيين الآخرين الصغار. دكتور عبد السلام الطائي، يعني الحقيقة المنظمات الإنسانية والحقوقية الغير الحكومية وأيضا حتى المختصون الاجتماعيون يؤكدون أن الحكومة ليس لديها معلومات دقيقة عن واقع هذه العشوائيات، ليس لديها أرقام حقيقية ولا إحصاءات ولا يعني تصور لحل هذه المشكلة، ومع ذلك الحديث متواتر ويكثر أن الحكومة بصدد حل هذه المشكلة، معالجة مشكلة العشوائيات السكنية، هناك خطط، هناك برنامج مشترك مع الأمم المتحدة وما إلى ذلك. هذه الأحاديث عن حل هذه المشكلة في ضوء انعدام هذه المعطيات المتعلقة بهذه الظاهرة له قيمة، له وزن؟ نعم، هو الحقيقة نتيجة لتدمير مؤسسات الدولة الذي حصل بعد عام 2003 وانهيار جميع الوزارات
وحتى المؤسسات الضبط المعنوية، الأسرة وغير ذلك، ومنظمات المجتمع المدني، وفقدان القانون لسلطة الإلزام. هذه العوامل كلها جعلت من المؤسسات ذات العلاقة لا تمتلك إحصائيات دقيقة، ولكن بلا شك لديها تقديرات، ومن ضمن هذه التقديرات الحكومية مثلا أنه نسبة البطالة تبلغ الآن 27.5% للفئات العمرية فقط ما بين 15 إلى 24. هذا التقدير الإحصائي من المؤسسات الحكومية. ولو أضفنا فئات أعمار ما بعد 24 لأصبحت نسبة البطالة أكثر من 35%. فالحكومة بالتأكيد لديها تقديرات، ولكن الإحصائيات غابت، الإحصائيات الدقيقة، نتيجة لاجتثاث العقول العراقية. العشوائيات تعلم الحكومة وتعلم كل المنظمات هي أوكار لتفريغ الجريمة والمخدرات والاتجار بالأعضاء البشرية والانتحار والقتل وتهريب العملة عن طريق الصيارفة المنتشرين في العالم. الأمم المتحدة عندما كانت هنالك دولة قبل الاحتلال سنة 76 أستاذ ماجد، الأمم المتحدة أعلنت العراق بلد بلا حشيش. الطائرة العراقية كانت الطائرة العراقية الوحيدة التي لا تدخل إلى الصالة الحمراء لأنها خالية من المخدرات. فالعشوائيات اليوم إذا كانت قنبلة موقوتة في الوقت الحاضر، نعم فهنالك قنبلة موقوتة أخطر مستقبلا، المتمثلة بالولادات غير الشرعية لعشرات الآلاف. هؤلاء يجب أن ندق ناقوس الخطر، أن نعطي الإنذار على هذه الظاهرة. إذا كانت اليوم مشكلة الهوية الوطنية مهددة بالولاء، فمشكلة الولادات غير الشرعية تهديد للأجيال القادمة بالولاء أشكرك. وبالانتماء. شكرا، أشكرك دكتور. دكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع من ستوكهولم العاصمة السويدية عبر سكايب، وأشكر دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر دكتور عبد الحميد العان الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان في هذه الحلقة التي بحثت في أسباب استمرار العشوائية والفوضى العارمة في العراق والأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة منها. كما أشكر المشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.